السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الأمسية السعيدة عليكم إن شاء الله. نتمنى منكم تتابعونا هذه الوصفة ديال المكرون بالخضار والدجاج. مرحبا بكم في قناة الشيف شكو إبراهيم. اليوم غنقدم لكم كما قلت لكم مكرون بالخضار والدجاج. طريقة ها هي، عندنا الفلفلة مصهدة وخوينا عليها معلقة زيت العود، خيزو مصهد حتى هو طايب ومصهد، معلقة زيت العود، الكوسة أو سميتو الكورجيت صغيرة مصهدة طيبة، مطيشة وكذلك طيبة. عندنا هنا لابيشاميل ليكيد، لابيشاميل جارية. عندنا هنا لاصوص اللي وريتكم الوصفة ديالها، اللي قلت لكم اعتمدوا عليها في هاد الوصفات، راه كيجي رائعة هاد لاصوص بالضبط، راه رائعة. عندنا جوج زلالف، زلافه غادي نحتاجها للفران وزلافه غادي نحتاجها للتزيين باش نقدم الطبق النهائي. انا هنا دجاج مرسوه ديال الدجاج، انا هنا كيلو ديال المكرون طايبه يعني موجوده، كلشي موجود تقريبا، خصنا غير الدجاج باش ندخلوه للفران. كناخذ قوا بحال هذه، كنخوي فيها الدجاج، هذا الشيء هذه بصله كنخليها مع شويه البصله، كنخليها معهم، كندير اللحم ديالي طبعا بحال هكا، كنعطيه تقريبا زلافة ديال الصوص ديالي، هاد الدجاج غادي نديه للفران باش نزيد ليه شوية طياب. الدجاج راه مبخر حتى هو، غادي نخليه الفران شويه باش تزيد اللحم طيب وباش تشرب شويه من هاد لاصوص باش تجي رائعه. الدجاج ديالي ها هو، غندخلو الفران درجه الحراره 170 لمده 20 دقيقه تقريبا. هنا كناخذ المقرونيه ديالي، نخوي عليها الفلفلة، نخوي عليها خزو، هاد خزو الفلفلة وداك الشي راه مصهدين طايبين تقريبا، طايبين مزيان. الكوسة نقرعة صغيرة، مطيشة، هنا راه استعملت كل شيء في هذا الخضر، الزيت العود، كناخذ كنقلب كنخلط، الصوص ديالي نخوي كاع لاصوص لي عندي، كنعاود نخلط بحال هكا، هنا كناخد لابيشاميل حتى هي، كنضيف واحد المقدار لابيشاميل جارية وكنخلط. الدجاج ديالي راه درتو في الفران، كنخلط هاد الخليط مزيان. البيشاميل ديالنا درناها خفيفة ودرناها بنكهة القزبر وشوية المعنوس، مزيان، ونخليوها تتوجد لنا اللحم ديالها، عاد نصوبو الطبق النهائي. هذه بسيطة سهلة، ماشي ما فيها شي تعقيدات. وريتكم الخضر اللي غتسلقوهم وتصهدوهم مزيان بزيت العود، و
ماكارون 1 كيلو ديال ماكارون عطانا هذا الطبق تبارك الله، قد هكا مطيشه خيزو الكوسه ولي صوص طوماط. لا صوص طوماط راه وريتكم الطريقه باش تصوبوها، ما عليكم الا تبعوا الوصفات راه غادي تخرج لكم الحاجه بحال هكا. ناخذ الماكارون ديالنا كندخلوها في الطبسيل كنجمعوها من الجنبات كنعطيوها ان بون فورم بحال هكا، كنعطيوها فورم مزيانه تبعوا معايا مزيان هكا. الطبق ديالنا ها هو موجود، ما بقى لنا الا نتسناو اللحم ديالنا يكمل الطياب ديالو في الفران وغنحطوه فوق منه، وبالصحة والراحة علينا وعليكم. كتشوفوا راه لا بيشاميل كتساعدكم باش تعطيو الديكور للمكرون ديالكم ولا سباكيتي ولا اي حاجة كديرو فيها لا بيشاميل، كتجمع هاد المادة كتولي مجموعة. جمعت لينا مكرون ديالها، شوفوا بسيط تبارك الله، جا لا فورم ديالو مقاد من جميع الجوانب، ما بقى الا الديكور النهائي ان شاء الله. ها هو طاب، غادي نخرجو من الفران، كتشوفو خلينا نشرب شويه د لاصوص، نديرو في زلافة هادي، كنعمر الزلافة ديالي بحال هكا. غادي نقلبها فوق الطبسيل، الدجاج ديالي ها هو درتو في مول خويتو فوق منها بحال هاد الطريقة، ناخد شوية د الفرماج فيه دوائر بحال هكا، ندير بحال هكا، مرسوة ديال الفرماج بحال هكا. مرحبا، التوصيل ديالنا هو موجد ديال المكرونية بالخضار، ودرنا شوية الفرماج حمر من جناب، الدجاج كما قلت لكم صهدناه ودوزناه في الفران بلاصوص طوماط ديالنا وبالبصل، وخرج هذا التوصيل هكا كتشوفوا. نتمنى لكم أمسية سعيدة، ونتمنى منكم تشجعوا القناة ديالنا وتشجعونا وتشجعوا القناة ديال الشفاف شوي إبراهيم، وتابعونا في القناة ديالنا باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. رحنا في فصل الصيف قريب ان شاء الله، غادي ندخلوا العالم ديال الكلاص وعالم ديال الحلويات على الجال، يعني غادي نعطيكم لي فري كلاص، وين الشرط الوحيد تكون عندكم ان توربين دو كلاص، هذا هو المهم، لان الكلاص راه بدون توربين ماشي كلاص. نبشركم ان شاء الله بعدد من الوصفات جديده وحوايج اللي غينفعكم، ونتمنى لكم أمسية سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم.